عدنا لكم وبكم مشاهدينا الكرام، نستكمل حديثنا معكم ضيف العزيز في الفقره الاولى، استاذ الدكتور سيد المر استشاري الكبد والجهاز الهضمي بكليه الطب جامعه الزقازيق. مرحبا بكم دكتور سيد. يا اهلا بحضرتك، كل عام وحضرتك بكل خير يا فندم. دكتور سيد، في البدايه عندما نتحدث عن الخدمات التامينيه وتامين المستشفيات وتامين العمل الطبي، فمؤكد ان هذا الخبر يعني يحتاج الى تعقيب منكم لضمان العمل الطبي في انسيابيه ويسر، اضافه الى احتياج المريض لمن يحتويه وتحديدا في اقسام الاستقبال والطوارئ، ويعني هذه جزئيه تحتاج منكم الى تعقيب. من المؤكد، انا اشتغلت فتره طويله في اقسام الطوارئ وفي الاستقبال، المؤكد ان المريض من اول لحظه اذا لاقي من يحتوي، اذا من هو داخل عارف ان المستشفى مهتم بيه، وعارف مكان دخوله، وعارف الاجراءات اللي هيتم عملها ليه، وعارف دوره، بمعنى ان هو قد يكون فيه الاحوج منه، ممكن يكون هو اصابته بسيطه بشده وغيره احوج، تمام؟ فاذا من البدايه، يعني اذا تواجد اكثر من مريض داخل الاستقبال، فللطبيب حريه ان يفاضل بين الحاله التي يوليها الاهتمام اكثر من الاخرى حسب حق خطورتها وحالتها. هي ليست حريه، هي واجب، بمعنى ان انا فرض عليا ان المريض المحتاج حياتي يكون اولا، تمام. وان المريض اللي حالته يعني زي ما بنقسمهم اخضر واحمر واصفر، تمام تمام؟ الاحمر ده حالته خطره، زي شخص مثلا بينزف، تمام. او شخص مثلا مضروب رصاصه بعد الشر، تمام، ده فورا بلا خلاف، بينما الاصفر ينتظر شويه، لكن الاخضر ده عنده مشكله بالاساس مثلا من سنين، يعني واحد عنده وحمه او صنطه هي مضايقاه، وهي مضايقاه بالفعل، لكن وجوده في الطوارئ ساعتها مش هيكون له الاولويه بالتاكيد. تمام. دكتور سيد، نعود الى الكبد المصري، محور حديثنا معكم، والكثير من المجهودات التي تقوم بها الحكومه لاحتواء مريض الكبد المصري، والبيانات الصادره عن الوزاره تتحدث عن لغه المليارات لعلاج اكباد المصريين منذ ان اطلقنا في منتصف اكتوبر 2014 منظومه علاج التهاب الكبد الثلاثي سيب العقاقير الجديده. اكثر من 2 مليار جنيه فيما يخص العلاج نفقه دوله، وقد تمثلها نفس الرقم فيما يخص التامين الصحي. لغه الارقام فيما يخص ما نصرفه من عائد، لكن التصريحات الرسميه للاستاذ الدكتور احمد عماد الدين رضا وزير الصحه والسكان ان وزاره الصحه لا تالو جهدا اما في التعاقد على عقاقير جديده او توفيرها، والأبرز أن المريض المصري لا يدفع فيها شيئا. صحيح، من حق المريض ياخد العلاج مجانا تماما لو بيقدم في لجان علاج الفيروسات. لجان علاج الفيروسات الكبديه في كل مكان على مستوى الجمهوريه، الاول كان في قائمه انتظار طويله، قائمه الانتظار عماله تقل يوم بعد يوم. الميزه الجميله جدا في لجان علاج الفيروسات ان في بروتوكول واضح، بمعنى ان تحاليل المريض وفحوصاته بينتج عنها علاج واضح مكتوب ستاندردايز، زي ما المفروض ياخده في امريكا بياخده هنا بالظبط. تمام. وده بيحميه من ان هو مثلا يروح لشخص غير مؤهل يديله علاج هو مش عارف مصدره ايه، والمتابعه نفسها تكون مش على المستوى المطلوب. وشفنا زي ما حضرتك عارف نماذج ان شخص يقرر ان هو يشتري علاج من بره هو مش عارف جاي له منين، من بره، تمام حضرتك، من غير ما يعمل فحوصات كافيه ومن غير ما يعمل متابعه كافيه، والنتائج بتكون انه دفع اكتر وما وصلش للعلاج اللي هو عايزه. تمام. وزي ما حضرتك قلت ان في رساله النهارده عايزين نوصلها لكل، يعني من كل شخص محظوظ ان هو بياخد العلاج، هم دلوقتي يمكن بمئات الالاف من البشر، نعم. من المصريين محظوظين هم بياخدوا علاج فيروس سي الجديد، تمام؟ اللي بياخد العلاج ارجو ان هو ما يبطلوش ابدا ابدا ابدا. شفنا نماذج بيبطلوا يقول لك عشان العيد وانا عايز ابطل، مزاجه كده، متكاسل يوم او اثنين او ثلاثه، البعض قد يصل بيه الامر انه يبطل العلاج شهر كامل. ده احنا بنفاصل مع المريض بنقول له ان نرجو ان حضرتك ما يعني ما تغيرش الساعه اللي تاخد فيها العلاج كل يوم، ان كنت متعود تاخده الساعه 9 كل يوم فحاول تثبت الموعد بقدر الامكان. تمام. فالاهمال ده ما نرجو ان هو ما يكونش موجود. تمام. دكتور سيد، عندما نتحدث عن بروتوكولات لعلاج التهاب الكبد الفيروسي، ما قصد من هذه البروتوكولات إلا وضع آلية موحدة لطريقة العلاج وفق يعني معايير معينة متواجدة في المريض، وهو الذي يقر الجرعات ونوعية الدواء ومدته وغير ذلك. كده احنا بنقترب من النظام العالمي. النظام العالمي ان حضرتك ما بتغلطش، حتى لو فكرت انك تغلط، لو فكرت ان حضرتك تدي جرعه مش منطقيه السيستم مش هيسمح لحضرتك. يعني حضرتك قررت ان المريض ده جاي لي، تمام، وعنده اول مره ياخد العلاج، فاول مره هياخد العلاج وفحوصاته سليمه هياخد كذا. تمام. طب لو هو عنده تليف، لا هياخد كذا. طب لو هو مرتجع عنده، لا هياخد كذا. طب لو هو بعد شهر الكلى بتاعته فيها بعض القصور هياخد كذا. فكل حاجه موضحه بحيث لو لمصلحه المريض. بالتاكيد، بروتوكولات عالميه، هي الامر ما فيهوش مصلحه لشخص ابدا، تمام. والامر سواء في اسوان او في القاهره هو نفس الجرعات ونفس الطريقه
لنفس الحالات، فده نظام رائع بصراحة. تمام. الكبد الفيروسي سي، هناك الكثير من العقاقير الجديدة والمستحدثة العلاجية، ما هو أبرزها وأحدثها؟ أحدثها يمكن 6 يوليو الجمعية الأمريكية لدراسة أمراض الكبد اتكلمت عن دراج اسمه الباسفير وجراتيسفير، تمام، بيتاخدوا مع بعض، تمام، ونتائجهم تعتبر في فترة أقل وأحسن تقترب من 100%. في نوع تاني برضو نازل، تمام، جراز بريفير، الأكتر من نوع نازلين جداد جدا بس لسه ما نزلوش مصر، بس أنا مش مستعجل على نزولهم مصر، لأن حاليا بالفعل بالفعل الخبر الكويس إن السوفالدي اللي مصنوع في مصر ايوه ما بقاش في سوفالدي أصلا، يعني الشركة اللي بتنزل سوفالدي أمريكي توقفت، وبقى عندنا سوفالدي المصري بحوالي 12 نوع كلهم فعاليتهم احنا تقصد نشهد عليها 12 شركة مصرية تنتج صح. السوفالدي بإنتاج مصري، ولا نحتاج إلى دفع تلك اكيد، الدولارات يعني يعني؟ كان بيزورني نعم. امبارح طبيب، تمام، وكان مصر انه ياخد الامريكي، فكلمته قدامه رئيس لجنة تنقل الفيروسات وسألته بكل وضوح، حضرتك بتثق فيهم؟ قال ثقتنا فيهم كاملة، تمام. ثقتنا في النوع الايه، في الانواع المصرية كاملة، والنتائج معانا يعني من اروع ما يكون. فانا يعني باكد على الناس، ارجو ما حدش يجيب من بره حاجه هندي، ما حدش يدور على حاجه من بره، اللي موجود بالفعل وعلى مسؤوليتنا بالفعل فعال جدا الحمد لله. تمام، وأثبت نتائج فعالة ومرضية وتماثل أو تقارب أو يعني مطابقه مطابقة مطابقه مطابقه بالفعل للنتائج العالمية. نعم، بالفعل. معي منى متصلة من القاهرة على الهاتف. تفضلي يا أستاذة منى. أستاذة منى تفضلي. الو، يا أهلا وسهلا يا أستاذة منى، تفضلي. يا اهلا وسهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا دكتور، انا هسألك اسأل حضرتك سؤال، الاعراض بتاع الفيروس دي بتبقى موجودة ولا بيبقى الفيروس، يعني انا عايز اعرف الاعراض بتاعته. تمام، الفيروس سي تقصدين؟ ايوه، تمام. فيروس سي، عايز اعرف الاعراض، كان في اعراض له اعراض ولا ايه، عشان تحلل ولا يعني مانيش عارفة، يعني ايه اللي احنا نعمله يعني. تمام، شكرا يا استاذه منى، لكن الابرز دكتور سيد ان هناك الكثير من الحالات التي تكتشف مصادفه. هو عشان كده لا ننتظر الاعراض، انا مش هستنى ما يكون عندي اعراض، بس الاعراض المشهوره بالنسبه للفيروس سي هي الاجهاد، اللي الوجع غير مبرر، بيسموها الايه، الفوجينج اوت، الشخص كده فوجي مايند، فجاه يحس انه متلخبط او تايه من غير سبب، دي نعم. الاعراض الموجوده في تقدر تقول حضرتك في مجموعه كبيره من اللي عندهم فيروس سي، بس هي بالنسبه لها لا، انصحها ان هي تطمن عن نفسها، اكيد اكيد التحليل رخيص جدا، تمام، وانا بصراحه انا بعمله مجاني، انا بروح اتبرع بالدم، فانا بعرف ان كان ايه عندي ولا ما عنديش، فمفيش مشكلة ما هي تتبرع بالدم وتطمن على نفسها وتفيد ايه حد محتاج. لكن هناك فئات قد تكون أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي سي دون غيرها، وقد يكون الفريق الطبي منهم، وقد يكون الأشخاص الملاصقين أو المتعاملين مع مريض بالتهاب الكبد الفيروسي سي ويشاركونه أدوات شخصية. ما هنا بقى السؤال اللي بيتكرر باستمرار، هو المخلطه بتنقل فيروس سي؟ لا طبعا، تمام. تبادل ادوات الطعام ينقلها؟ لا طبعا، يعني لو واحده بنت عمها عندها فيروس سي وبتسلم عليها حضن او سلام او كده مستحيل ينقل ايه فيروس سي، وارد جدا عن طريق الدم او ادوات الحلاقه، تمام، ان هو ايه يتم نقله، لكن المخلطه اليوميه او الاكل او الشرب لا، ما بينقلش فيروس سي بالتاكيد. تقصد ثاقبات الجلد؟ بالظبط نعم بالظبط، نعم وبنحتاج كمان لتكرار الامر وكميه دم كافيه، ما هي مره واحده، المره الوحيده لو في مره واحده نصف في المئه تقريبا الى 1%، يعني لو في شخص اتشك بالخطا من مريض فيروس سي بالفعل وعنده فيروسات في الدم، ده وارد بنسبه نصف في المئه، يعني مره لكل 200 تقريبا. تم. وليكن السيدة الفاضلة التي اتصلت بنا سابقا أو غيرها بادر بالتحليل فيما يخص التهاب الكبد الفيروسي سي، والتحليل أظهر نسبة سواء كانت بأجسام مضادة أو وجود فيروس. ما هي الفروق الجوهرية بين هذين التحليلين، وماذا عن العد الفيروسي وكميته التي قد تستلزم علاج أو تلك التي قد تحتاج إلى الانتظار؟ لسه وصلني اتصال حالا، يعني قبل ما ادخل على طول لحضرتك، بيسال فلان عنده فيروس خامل ياخد علاج ولا لا، يعني التعريف ده والتعبير ده لا يستخدم ابدا في فيروس سي، اذا وجدت اي نسبه بالبي سي ار، اي نسبه بالعد، يتطلب العلاج، صحيح ما هوش بصوره طارئه الا اذا كان في تليف شديد، ساعتها بنستعجل في العلاج، لكن انا بعمل الاول الجسم المضاد، اذا اتضح ان الجسم المضاد موجود بطلب بعده البي سي ار، في 20% من البشر جسم المضاد موجود مدى الحياة وما فيش أصلا فيروس، تمام. وهنا برضو السؤال، الناس دول محرومين من السفر والعمل في دول كثير، فكنا نتمنى إن هم بيحصلوا على شهادة إن هم
بالفعل من اللي نشوفه، يعني 20% من البشر دول او اللي تلقى علاج بيظل عنده الجسم المضاد. يعني انا بعد ما باخد العلاج وربنا بيشفيني وباخد شهاده ان انا خفيت تماما ونهائيا بصفه 99% مدى الحياه وخلاص الحمد لله خفيت، بيظل عندي الجسم المضاد. الجسم المضاد ده لا يعني حمايه على فكره، تمام تمام، ولا يعني اصابه حاليه، بمعنى كون ان انا خفيت الحمد لله من فيروسي برضه باخد بالي زي باقي المجتمع من اي حاجه ممكن تنقل لي الدم زي غيري. يبقى انا خفيت صحيح وشفيت تماما ونهائيا ومدى الحياه من فيروسي، لكن ممكن يجي لي تاني، فبخلي بالي زي اي بني ادم ما بياخد باله حضرتك من حاجه زي كده. تمام معي متصل كريم بلديتك دكتور سيد من الشرقيه، استاذ محمد على الهاتف، اتفضل استاذ محمد. مساء الخير يا فندم. يا اهلا وسهلا، مساء الخير يا استاذ محمد، ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضل دكتور سيد معاك على الهواء. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم. يا دكتور انا باخد السوفالانور بس عايز اعرف طريقه التغذيه، يعني طريقه الاكل. تمام، ممكن؟ طبعا ممكن. اشكرك يا فندم. هو في تحليلي في البي سي ار اظهر عندي نسبه، الدكتور هي نسبه معينه وقال لي هتروح، فانا في الاول خدت الحقن، خدت 12 حقنه وبطلت. قالوا في دواء جديد هينزل اللي هو السوفالدي، فلما خدت الانترفيون ده النسبه قلت اكتر، فعند ال 12 حقنه وقفت وابتديت اخد بقالي كده، خلصت الجرعه الثانيه، الجرعه الثانيه هتخلص يوم السبت الجاي ان شاء الله، ابدا في الثالثه وربنا يسهل ان شاء الله عشان عايز اسافر. نتمنى لك السلامة المتصل الكريم، لكن الأبرز ماذا عن التحاليل المتعاقبة بعد الانتهاء من التهاب الكبد الفيروس سي، والنقطة الثانية المتعلقة بالسفر ما بعد تمام الشفاء، النقطة الثالثة ماذا عن الغذاء أو العوامل التي قد تساعد في الشفاء مع الدواء؟ هو سأل سؤال أول، ازاي اخد السوفلا نورك او السوفالدي او اخد علاج فيروس سي؟ بالنسبه للسوفلا نورك او الدكلا نورك، تمام، اللي هو السفوسبوفير او الدكلاتاسفير، تمام، لو هو بياخد علاج ثنائي بياخدهم في اي لحظه بس يثبت الميعاد سواء قبل او بعد الاكل او اثناء الاكل لانه لا يتاثر بالاكل، يبقى لا سوفلا نورك ولا داكلا نورك اللي هو بياخد الاثنين دول، تمام، بيتاثروا تمام بالاكل. لو بياخد ريبافيرين، لو ياخد ريبافرين، لا وضعه مختلف شويه، لازم يكون بعد وجبه، لانه لو اخده على معده فاضيه ممكن يحصل له ايه؟ دربكه في الايه؟ في الجهاز الهضمي بتاعه. يبقى بنقول في اي لحظه الا لو هو بياخد ثلاثي وبياخد ريبافرين، فساعتها لازم يكون بعد الاكل. سال سؤال مهم جدا، ويقول ان شاء الله خير، وطبعا ان شاء الله خير ونسبه الشفاء ان شاء الله تتعدى 90%، يبقى هو ان شاء الله هيشفى، بس سأل مهم بعد كده، هسافر ولا لا؟ الاجابه هنا مش عندنا، احنا هنا ان شاء الله هنديله شهاده انه خف وهيضل يعمل بي سي ار مدى عمره وان شاء الله يكون ما عندوش فيروس، لكن الاعتماد على الجسم المضاد في السفر بيمنع. واعتقد وهذا هو التحليل الذي اقره مجلس التعاون الخليجي فيما يخص السفر بموضوع الاجسام المضاده، والمعامل المركزيه بوزاره الصحه والسكان هي التي تجري هذه التحاليل وفق ما تحتاج تلك السفارات المعنيه بتحليل بالاجسام المضاده والبي سي ار. ولكن اتصور لو ان هناك بعض اليسر وبعض السهوله في من لا يحتوي جسمه على الفيروس بوجود بي سي ار نيجاتيف او ان اندتكتد اينما كان، وعدم الاعتماد على الاجسام المضاده، لكن هناك كثير من اليسر، ناقشنا هذه الجزئيه لكنها لا تعني وزاره الصحه، لكن تحتاج الى بعض المرونه في السفارات المعنيه او مجلس التعاون هو الذي وضع هذه التشريعات. هي تحتاج تنسيق بالتاكيد ما بين المعامل المركزيه، تمام حضرتك، وما بين السفارات اللي هي بالتاكيد لا تريد الا الامان. تمام. فان حصلت على الامان ببي سي ار نيجاتيف على مدى مثلا 3 شهور او 6 شهور متكرر وفي نفس المكان، تمام، من نفس الشخص، فده بيعطي للدول دي الامان، لان نفس الشخص اللي هو بي سي ار نيجاتيف مسموح له في دول اوروبا بالتبرع بالدم. تمام. تخيل حضرتك ان شخص يعني مسموح له بالتبرع بالدم لو انت اجريت لي البي سي ار، وان كان البي سي ار مكلف ما فيش مشكله ان هو يحمل على الشخص نفسه اللي هو بيطلب السفر بالاساس. تمام. من دشنا معنا حمدي، استاذ حمدي على الهاتف، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا. ممكن اكلم الدكتور لو سمحت؟ اتفضل الدكتور سيد معاك يا استاذ حمدي. نبى دكتور انا عندي فيروس بي. بي بي تمام. قعدت اخد له يعني بالعسل والثوم. عسل وثوم. عسل وثوم بقى راح مني يعني. تمام. تمام. عملت بي سي ار راح الدنيا مش زين. تمام، بس عمل لي تقرحات، عمل لي الثوم، عمل لي تقرحات في الجسم 10. عمل لي تقرحات. تمام. طبعا اخذت لهم علاج، اخذت علاج بتاع التقرحات دي وعملت منظار ثاني، قال الدكتور قال لي التقرحات راحت. تمام. كويس. بس عمل لي علم اياه، عمل انترنا معي في الظهر يعني وضع شديد ظهري. اول باكل زي كده بتعب على طول. تمام، سؤالك عن ايه يا استاذ
بتكلم اتكلم على المعدي. تمام، يعني مشكلتك دلوقتي بعد انتهاء التهاب الكبد الفيروسي بي وما نتج عن التوم من وجود تقرحات في الاثنى عشر او المعده. عمل لي في الاثنى عشر بس يعني. تمام. بدرك انا عملت منظار التقرحات راحت، بس هي عامل لي مسمع معايا في الظهر يعني. سمع معاك في الظهر. شكرا يا شكرا يا استاذنا. شكرا يا دكتور. لما تاكل زي كده سمع معايا في الظهر بوضع شديد. تمام. انت عملت منظار وقال ان التقرحات التأمت. راحت بس مسمع معايا في الظهر لما تاكل يعني. تمام، نتمنى لك الصحة والسلامة. شكرا جزيلا. نقطتين أساسيتين، أحدهما المتعلقة بالعلاجات الطبية البديلة الشعبية المختلفة والتي ربما تعطي نتائج دون وجود سند علمي أو مبررات علمية، تحتاج إلى الوقفة تحديدا فيما يخص عسل وتم، ربما يكون مقبول رغم وجود مثل هذه التقرحات، لكن الأصعب أن تتواجد أعشاب مجهولة التكوين أو المصدر أو يترتب عليها مضاعفات كثيرة أخرى. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية المتعلقة بماذا يفعل لمثل هذه التقرحات، ماذا عن مأكله ومشربه وفحوصه؟ أول شيء هو لابد من تصحيح خطأ شائع باستمرار، فيروس بي فكرة أنه هو يشفى تماما ونهائيا زي سي غير صحيح، فلابد من المتابعة، ولابد من كل 6 شهور بيجري تحليل بي سي ار، بيجري تحليل اي ال تي، تحليل اسمه هيباتيتس بي سيرفيس انتيجين، يبقى الثلاثة دول هيتعملوا باستمرار ومدى الحياة. فكرة ان هو يعتمد على البي سي ار فقط وان يقول ان انا خفيت من فيروس بي ده غير صحيح. الثانية ان هو استخدامه للتوم بالكميات دي اصابه بتقرحات، تمام؟ فهو محتاج لها علاج. الشيء الثالث ان هو بيقول ان الوجع بدأ يسمع في الظهر، فده قد يلفت النظر انه محتاج اشعه تلفزيونيه للتاكد لعدم وجود حصوات بالمراره معايا حضرتك، او بعد الشهر قرحه نافذه، تمام؟ اذا كان الالم شديد ومتكرر. فنصيحتي لي يطمئن، وبرضه حضرتك هيجري تحاليله كل 6 شهور ويتابع، وبالنسبه للتقرحات هو عارف علاجها، هو بياخدها بالفعل. تمام. دكتور سيد، بعيدا عن الطب البديل ويعني اللجوء الى اسس علميه لعلاج التهاب الكبد الفيروسي بي او سي او غيره، هناك وليس في التهاب الكبد فقط ولكن بصفه عامه حاله التحسن النسبي او الملاحظ او حتى الوهمي يتوقف المريض عن تناول علاجه. قد يحدث مع امراض عاديه حتى مع الامراض المزمنه من ضغط او سكر ربما تحدث هذه الوقائع، لكن الاخطر فيما يخص التهاب الكبد الفيروسي سي ووقائع خطيره تتعلق بطريقه العلاج او عدم اتباع قواعد مرعاه في هذه الجزئيه. هو لو القواعد متفقين عليها، لو المريض عارفها والطبيب عارفها وكل افراد الفريق الطبي عارفينها، ما كانش حصل مشاكل. بمعنى لما اقول للمريض حضرتك هتحلل الفيروس بالبي سي ار مش بجسم المضاد، تمام، وهيطلع مفيش، هيطلع نيجاتيف، هيطلع اقل من 15، واقولها له صراحه، تمام حضرتك، وبعدها بكمان 3 شهور تمام هتحل وهيطلع مفيش، يبقى انت كده شفيت تماما ونهائيا بقى. فاهم ازاي بياخده؟ واذا قلت له قبل ما اديله العلاج ان حضرتك هتاخده كل يوم بدون اي ايقاف للعلاج، وهنا ملحوظه مهمه جدا، العلاج 12 اسبوع مش 3 شهور. تمام. يعني الناس لما تتصور ان العلاج شهور وبيلاقي الحبايه عنده 28 او العلبه فيها 28 علبه بيتلخبط. هو المفروض ما يوقفش ابدا، ال 28 يخلص ويدخل على 28 اللي بعديهم، ما يوقفش العلاج، يعني شهر هو مستمر لغايه ما بيشوف. معي محمد متصل كريم من الشرقيه على الهاتف، اتفضل يا استاذ محمد. استاذ محمد اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا فندم؟ يا اهلا وسهلا، اتفضل دكتور سيد معاك على الهواء، اتفضل. استاذ محمد اتفضل. يا دكتور مساء الخير يا فندم، اتفضل. انا كان عندي فيروس سي اتعالجت منه بالثلاثي سوفالدي وريبافيرين، تمام، وانترفيرون، كنت اخذت 3 حقن 8 تمام من العلاج. حاليا البي سي ار مظبوط، مفيش نيجاتيف اقل من 15، الكلام ده من سنة، والوظائف اتحسنت. بالنسبة للتغذية وبالنسبة للنظام الغذائي اللي كنت أنا ممنوع منه أثناء العلاج وفترة، لكن كان عندي نسبة تليف، تمام، فبسأل حضرتك نظام التغذية بعد الفيروس مراح من حوالي سنة، والعلاج اللي كنت أنا ماشي عليه اللي هو بتاع الإنزيمات والوظائف تمام اللي كنت بقى. متشكرين يا فندم. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا جزيلا محمد. بسم الله.
تحياتي للاستاذ محمد، واعتقد ان احنا تقابلنا معاه في الاحرار في لجنه علاج الفيروسات من قبل، تمام حضرتك، في مركز علاج الفيروسات، تمام، والحمد لله على سلامته. ماذا بعد الشفاء والسلامه؟ لو كان ما قالش كلمه ان انا عندي تليف كانت هتبقى حياته زي البني ادم الطبيعي تماما. تمام. يعني الجمعيه الامريكيه لدراسه امراض الكبد قالت بالنص كده. كويس. كان لم يكن عنده اي شيء، لو كان درجه التليف عنده واحد او اثنين. طب ما بالك لو ثلاثه او اربعه زي ما هو الوضع هنا؟ لا، محتاج يتابع كل ست شهور بسونار عشان يتاكد ان مفيش بؤر لاي مشاكل. تمام. محتاج ياخد تطعيم ضد فيروس A و B. احنا كنا بندي B بس، لا بدانا نقول يا جماعه خلي بالكم وادوا A و B كمان. بالنسبه للمكملات الغذائيه اللي كان بياخدها دي لا قيمه لها ولا تفيد من قريب ولا من بعيد. المؤكد ان الجمعيه الامريكيه لامراض الكبد قالت ان مفيش فايده لاستخدام المكملات الغذائيه اللي هي الكبسولات اللي بتؤخذ على انها مدعمه للكبد ومنشطه للكبد ومنقذه للكبد. تمام. لا، هو ايه، مش لازم له حاجه زي كده. الاكل الصحي المطلوب لي هو المطلوب لحضرتك وليا ولكل بني ادم في العالم. تمام حضرتك، ايه المطلوب منه في الفتره الجايه عشان يحافظ على الكبد بتاعه؟ يبعد عن الكحوليات والخمور، وده اكيد. تمام. ما ياخدش مسكنات بدون استشاره الطبيب. يتاكد ان مفيش حاجات تانية تاذي الكبد، بمعنى انه ما يحصلوش سمنه في منطقه الوسط مثلا وكبد دهني. تمام. ما يكونش عنده فيروس بي، هو ما عندوش الحمد لله. تمام. ما يكونش في سبب تاني لاذى الكبد. مره تانية بنقول له مبروك وتابع كل ست شهور وكل تمام. زي تمام. ما البشر تمام. كويسين بياكلوا. دكتور سيد معنا متصل اخير من القاهره، استاذه ايمان على الهاتف، اتفضلي. الو، السلام عليكم. اتفضلي يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله. اكلم الدكتور ده؟ دكتور سيد معاك على الهاتف، اتفضلي. دكتور انا بسال لوالدتي. اتفضل. هي مريضه كبد وعندها دوخه جامده قوي، يعني وديناها للدكتور قال لها يعني الكبد كويس بس هي يعني رجعت كذا مره وكذا مره حقن الدوالي وايديها بتترعش كتير قوي، ودلوقتي باين في رجليها نقط حمراء كتيره. تمام. بس احنا وديناها للدكتور قال لنا يعني مش من الكبد. تمام. تحب تسأل عن حاجة يعني؟ عمل لها إشعة السونار ديت، مش قال لها مش من الكبد، كتب لها على يعني العلاج هو بتاعها السلمارين واللاسكس. تمام. بتوع المية دول قال لها ما يوقفوش خالص، بس هي المشكلة دلوقتي في الدوخة اللي عندها. تمام. فممكن يكون سببها إيه؟ ورعشة إيديها جامدة جدا. تمام. شكرا جزيلا يا استاذ ايمان. دكتور في اكثر من شيء هي قالته، الاولى وجود بقع دم، يبقى انا مباشره لابد من عمل صوره دم عشان اتاكد ان الصفائح بخير. تمام. وهعمل بس تحليل اسمه الاي ان ار او سرعه النزف او قوه النزف، بحيث ان اعرف هل احنا بننزف المشكله ولا هي بس مجرد بقع. اي ما تخوفش. تمام. بالنسبه لرعشه الايدين ده برضو بينبهنا لخطا شائع، ان مريض الكبد بيمنع البروتينات عن نفسه تماما، بيمنع اللحوم عن نفسه بخوفه انه يحصل له غيبوبه كبديه، فالنتيجه ان هو العضلات بتاعته بتكون اضعف، العضله بدل ما هي قويه جدا لا بعدها بتكون ايه؟ يعني ضعيفه لابعد درجه ان ايه؟ تحصل رعشه. احيانا الرعشه بتكون مقدمات غيبوبه كبديه. فهي بنعرفها ازاي؟ بنعرف ان الشخص بدا يتقلب ميعاد نومه، يعني ينام بالنهار ويصحى بالليل، بيكون من اسبابها المشهوره جدا حدوث الامساك. فهو المفروض حاجه ده كده ما تحصلش. بالنسبه لها بقى هختصر الامور، ان هي محتاجه فعلا تكون عملت صوره دم وانها بخير ان شاء الله. الثانيه تبقى عملت اي ان ار ويكون بخير ان شاء الله. الثالثه تتاكد ان مدرات البول ما بتاخدهاش زياده. تمام. اللي هي ممكن تعمل الدوخه، نقص السوائل، نقص شرب الميه، هي مش ممنوعه من شرب الميه، ده بيعمل دوخه كتير جدا في مرضى الكبد. دكتور سيد المر معنا الختام مع نصائح وارشادات تقولها لمريض الكبد الذي يتناول علاجه او الذي لم يكتشف مرضه او الذي اعلن عن تمام شفائه. من اول ما يكتشف انه عنده او حتى ما يفكر لغايه ما بيشفى، نرجو ان هو يروح لجهات معتمده، لانه هيسمع اشاعات كثيره. تمام حضرتك، هيسمع في التشخيص اشاعات كثيره، هيسمع وهو مسافر يقال لي خد حقن معينه عشان تخبي، والكلام ده كله يعني احد صور الايه؟ النصب، انا اسف، يعني في بعض يكون مسافر بيتقال له خد الحقنه الفلانيه عشان تخبي جسم المضاد. الحقن دي ممكن تبقى فيها اضعاف مناعه وضرر كبير جدا، وهو نوع من الاحتيال المرفوض. بالنسبه للعلاج، المفروض بياخد العلاج من جهات معتمده او على اشراف برضه طبيب متخصص في الموضوع، وبعد الشفاء برضه المتابعه بتاعته بتكون في جهات معتمده. ضيف العزيز الاستاذ الدكتور سيد المر استشاري امراض الكبد والجهاز الهضمي، شكرا جزيلا لك. كل عام.